السلام عليكم. ماذا ينتظر صنعاء؟ سؤال يدع الغصة في الحلق، فكيف بالإجابة عليه في هكذا وضع أمست فيه صنعاء لا تحسد عليه؟ من برودة الجو التي أصبحت تحت الصفر إلى الفقر والوضع الإنساني الذي أصبح على حافة المجاعة وفق التقارير الدولية، مدينة محبوسة ومتروسة بالثكنات المسلحة لميليشيا الحوثي التي حولت مدينة سام إلى مدينة منهوبة ومنكوبة. الأغلال المضروبة على سكان العاصمة وصلت إلى مرحلة الضرب على العظام من خلال التضييق على الحريات، منها حرية التنقل بناء على التعميمات التي تشبه الفرمانات الفاشية يا مشياح روما عاصمة إيطاليا من قبل ميليشيات موسوليني. ماذا ينتظر صنعاء إذن؟ هل المزيد من الاختناق في المدينة التي أصبحت سجنا كبيرا عليه شاويش واحد يردد الصرخة ويبشر الفقراء بمفاتيح الجنة؟ أم أنها تنتظر الضربات الجوية العمياء التي تحصد أرواح المدنيين والمختطفين في سجون الانقلاب الذين يتم وضعهم دروعا بشرية؟ أم أن المدينة التي عبر تاريخها السياسي والاجتماعي لا تخلو من المفاجآت قد تشهد تفاصيل تفاجئ الجميع على مستوى الداخل والخارج؟ حول صنعاء المدينة المخنوقة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. بداية مشاهدينا الكرام، أرحب بمن ينضم إلينا هنا في الاستوديو، المحلل الكاتب والباحث الدكتور عادل دشيل. أهلا بك دكتور. مرحبا بك أخي العزيز. حياكم الله. إذن مشاهدينا الكرام، سنبدأ النقاش في هذه الحلقة لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. صنعاء مدينة مخنوقة ومحاطة بالأغلال والترهيب، هذا هو الحاضر الأبرز في يوميات المدينة التي تعيش ظلمات بعضها فوق بعض منذ وطأت عربة الديناميت مداخلها الشمالية والغربية في الانقلاب والاجتياح الذي عرف بأيلول الأسود في التاريخ اليمني الحديث، وتعيش في اللحظات الراهنة اختناقا أكثر من أي وقت مضى. ميليشيا فاشية حولت شوارع المدينة إلى ما يشبه الجدران المؤصدة، وباتت ترصد أنفاس الناس في مدينة يعيش أغلب سكانها معاناة مضاعفة بلا مصدر دخل وبلا مصدر حياة أيضا. وربما بات الهواء والشمس هي المتاح الوحيد في صنعاء خارج مربع المنع والقمع. التعميم الأمني للحوثيين لشركات النقل بعدم السماح للمواطنين بالسفر قبل موافاتهم بكشوفات المسافرين يزيح الستار عن مسلك جديد للجماعة الحوثية التي لا تتوقف عن الانتهاكات التي تمس حرية المواطنين وحرية التنقل على وجه الخصوص. هو فصل جديد من فصول الترهيب والجاسوسية الحوثية التي تسير على خطى التجربة الخمينية وتضع سياجا جديدا تحول من خلاله وسائل السفر إلى زنازين متجولة وفق التعميمات الحوثية التي توزع التعميمات المتعلقة بإلحاق الأذى بحرية الناس. قبضة خانقة على ساكني صنعاء من قبل ميليشيا الانقلاب في الأرض، وقنابل ذكية يرسلها التحالف على رؤوس المدنيين من الأعلى في حالة أقل ما يمكن وصفها بأن اليمنيين باتوا بين ثنائية الجحيم، الجحيم الذي يتحرك على الأرض فوق شاصات الحوثي والجحيم القادم من الأعلى من قبل غارات التحالف العمياء. لاهتمامات مدنية إنسانية من قبل الأطراف المدنية الدولية بما يجري في صنعاء، ولفاعلين مدنيين على الصعيد المحلي وجهوا نداءات لأجل الذين أصبحوا عزلا في قبضة جماعة مسلحة تمارس جرائم ضد الإنسانية. متابعون يرون أن الأمور في صنعاء تسير نحو الاختناق في ظل اختفاء مظاهر الحياة وتزايد القمع الحوثي والتنكيل بمن تبقى من قيادات وأنصار المؤتمر والمواطنين العاديين الذين أصبحت حياتهم تحت التهديد اليومي لأسباب عديدة أبرزها الحوثي وانقطاع الرواتب. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أجدد الترحيب بضيفي هنا دكتور عادل دشيل الكاتب والباحث. أهلا بك دكتور، لأول مرة معنا في قناة بلقيس. أهلا بك دكتور. إذن لربما تابعت أن هناك من قبل الحوثيين تعميم لشركات النقل بمنع السفر في ذات اليوم، وكذلك إرسال أسماء المسافرين للجهات التي يشرف عليها الحوثيون. كيف تابعت هذا التعميم؟ هل أصبحت الآن صنعاء سجنا كبيرا بالنسبة للقابعين فيها؟ أولا دعني أخي العزيز أن أعبر لك عن بالغ أسفنا على عاصمتنا. نعم أصبحت عاصمة منكوبة، أصبحت كطفلة يتيمة يغلقون عليها الباب متى ما شاءوا ويفتحونه متى ما شاءوا. أصبحت محاصرة برا وجوا، وأصبح المواطن اليمني هو من يتجرع داخل العاصمة اليمنية صنعاء. وقد تعلمنا كثيرا من دروس التاريخ
أن صنعاء دائما تنتصر لإرادة أهلها وسكانها، مهما تجبر الظلمة والقتلة والمجرمون وحكموها بقوة الحديد والنار. فقد علمتنا هذه المدينة الكثير، فهي عاصمة الشعب اليمني، وهي عاصمة تاريخية، وهي مهد العرب الأول. ولكن على جماعة الحوثي أن تفهم جيدا أن العاصمة اليمنية صنعاء أسقطت حكم الإمامة في سبعينيات القرن الماضي في حصار 70 يوما، وأيضا أسقطت الأحباش قبل مجيء الإسلام، أسقطت حكمهم وانتصرت لإرادتها. وعندما أرادت الإمامة أن تطوق صنعاء في 1849 عندما تفجر الصراع بين الأئمة وبين العثمانيين في صنعاء، ولكن هذه المدينة انتصرت في الأخير وانتصرت لسكانها. إذن صنعاء الآن أصبحت كما قلت لك مدينة سجن مفتوح، ولكنه محاط بسياج أمني من ميليشيات مسلحة لا تؤمن إلا بلغة القوة وتنشر الرعب في أوساط السكان. الآن أصبح نحن نأسف لأرواح الأبرياء الذين سقطوا سواء بيد ميليشيات الحوثي أو سواء بطائرات التحالف العربي. ولكن هذه التصرفات كلما تمادت جماعة الحوثي في فرض إرادتها على الناس بالقوة وفرض وكبت حريات الناس وسجن الأبرياء والضعفاء وكل من قالهم لا، نعم كلما تمادوا في هذه الانتهاكات الإنسانية التي يحرمها دين الإسلامي الحنيف قبل القوانين الدولية وأعراف وقوانين الحروب. إذن هذا دليل على فشلهم ودليل على نهايتهم أنها غربت، وسينتصر الشعب اليمني في نهاية المطاف، وستنتصر صنعاء رغم الجراح ورغم المحن ورغم الألم الذي يعتصر قلوبنا ونحن نشارك أشكاءنا في العاصمة اليمنية صنعاء. لكن هذه التصرفات كما قلت لك مرة أخرى لن تزيد الطين إلا بلة، ولن تساعد الحوثيين، بل ستعجل من زوالهم، وسيكون ذلك إن شاء الله في القريب العاجل. طيب الآن عندما يعني نشاهد هذا التعميم الذي يعني يقيد حتى حرية التنقل التي كانت مفتوحة أمام الناس، ليس هناك في أسوأ ربما الحالات التي كانت في صنعاء كانوا ينتقلون من صنعاء إلى خارج يعني هذه العاصمة، ما الذي تهدف إليه ميليشيات الحوثي من ذلك برأيك؟ طبعا هذه الإجراءات لم تكن وليدة اللحظة، وإنما كانت سابقا، وكان لا يمر أحد من نقاطهم الأمنية، تخيل أكثر من 65 نقطة عسكرية بين العاصمة صنعاء وحتى تصل إلى محافظة مأرب، أي من عبر طريق ذمار ثم البيضاء، وفي كل نقطة تفتيش يفتشون، ويتلقى الناس يعني الإهانات من قبل من يسمون أنفسهم باللجان الشعبية التابعة لجماعة أنصار الله، الحركة أنصار الله الحوثية. إذن هذه الإجراءات ليست وليدة اللحظة، وإنما الآن أصبحت بصورة علنية، لأنهم يخافون من هروب بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام وإلى المحافظات المحررة خصوصا إلى مأرب ويلتحقوا بالشرعية. لكن هذه الإجراءات كما قلت لك لن تنفعهم ولن تزيد إلا من معاناة الأبرياء ومعاناة الناس، وهذا يضعهم أمام أمام موقع يعني لا أريد أن أوصف لك هذا يعني تكتشف حقيقتهم، والمجتمع الدولي يرى ماذا ترتكب هذه الميليشيات داخل صنعاء، والعالم العربي والعالم الإسلامي ليرى أن هذه الميليشيات ليس لديها حتى لا تحترم قوانين الحروب ولا تحترم حقوق الإنسان ولا تحترم حرية الرأي والرأي الآخر، وأنها تسجن صنعاء وأنها تسجن سكان صنعاء. إذن هذا التصرف لن يستطيعوا، إرادة الشعوب لا تقهر، صحيح أنهم سيلقوا القبض على بعض قيادة المؤتمر الشعبي العام وكل من خالفهم، صحيح أنهم سيسجنوا بعض الأبرياء، صحيح أنهم سيعذبوا سينكلوا سيطوقوا على صنعاء بميليشيات من الأمنية، لكنها ستنتصر في نهاية المطاف، هكذا علمنا التاريخ. إذن جماعة الحوثي الآن بهذا الإجراء هي تريد أن تلقي القبض على كل من تبقى من طرف من جناح صالح داخل العاصمة اليمنية صنعاء، وقد حذرت الأمم المتحدة عبر المبعوث الدولي لليمن، وحذرت الخارجية الأمريكية جماعة الحوثي، ورأينا إدانات من العالم كله ضد تصدر على أن هذا التصرف بربري وهمجي ولا يقوم به إلا ميليشيات مسلحة، وبالتالي عليهم فتح أبواب صنعاء. لكن هذه الجماعات لا تعترف لا بالقانون ولا بالشرع ولا بالأخلاق ولا بشيء. إذن ما هو الذي ينتظر صنعاء؟ لا نعرف. طيب الآن أهالي المختطفين يقولون الآن يعني في مقابل ذلك ليس فقط هناك معاناة بالنسبة للمواطنين، هناك أيضا ربما المعاناة المضاعفة لمن هم وراء القضبان. أهالي المختطفون يتحدثون على أنهم الوضع يزداد سوء، في بيان من أمهات المختطفين يذكر أن بعض المختطفين الآن مع ظروف الجو الحالية يعانون من البرد القارس داخل السجون، ولا حتى يسمح لهم بارتداء قطعتي السجن المعروفة دون بطانيات أو ما شابه. برأيك
لماذا يعني يستمر الحوثيون، أو ما الذي يهدف إليه الحوثيون من القيام بهذه الممارسات؟ إخضاع الناس، الهدف من هذا كل إخضاع الناس ونشر الخوف والرعب في أوساط المجتمع كي لا يثور ضد جماعة الحوثي، لأن هذه الجماعة مغتصبة للسلطة. هذه الجماعة لم تأتي بإرادة شعبية كما تدعي، وأنها جاءت بثورة الشعبية في عام 2014 في 21 سبتمبر. من خلال هذه الإجراءات التعسفية والقمعية والغير أخلاقية والغير قانونية تسعى جماعة الحوثي إلى فرض إرادة على المجتمع اليمني داخل العاصمة صنعاء، إلى فرض سلطة أمر واقع، وعلى الناس ما ليس أمامهم سوى خيارين: إما خيار القبول بهذه الميليشيات المسلحة أن تحكمهم بقوة الحديد والنار، أو أن مصيرهم السجن والتعذيب والغبن، وأيضا قد ربما التصفية الجسدية. هذه هي الرسالة من جماعة الحوثي، أو استخدامهم ربما كما يقول كثيرون دروعا بشرية. يعني الآن في كثير من المناطق التي يعتقد أن التحالف قد يقصفها لسبب أو بآخر، هناك حديث على أن الحوثيين يقومون بوضع المساجين فيها، وليست المرة الأولى، حدث ذلك من قبل حتى في ذمار وفي أماكن أخرى. الاستمرار يعني العملية المستمرة هذه، أن تتحدث الآن أن العالم يجب عليه أن يعرف وضع هذه الميليشيات، هل يعني تعبأ الميليشيات برأي العالم تجاهها، برأي العالم العربي والإسلامي حتى تجاهها، أم أنها تهدف من وراء ذلك إلى شيء ما غير واضح؟ طبعا في تاريخ الصراع على مستوى المنطقة والعالم، أي ميليشيا مسلحة تأتي إلى السلطة بقوة الحيد والنار هي لا تعبه، ولو كانت تعبه بالقرارات الدولية وبالأخلاق ما فعلت الذي فعلت بالشعب اليمني. هي لا تعبه بأي قرار دولي، هي لا تعبه بالأخلاق، هي لا تعبه بقوانين الحروب. هذه الجماعة تهدف كما قلت لك إلى فرض إرادتها وأيديولوجيتها وفكرها المتطرف المتشدد على الناس بالقوة. دعني أوضح لك فكرة. يعني السجناء الذين وضعوهم في سجن الشرطة العسكرية، كنت في مقابلة صحفية مع أحد الصحفيين، قال أنهم أبلغوا مندوب الصليب الأحمر وقالوا له أن هذا المكان عسكري. بدوره قال الصليب الأحمر: نحن قد أبلغنا التحالف بأن هذا المكان يعني مكان فيه سجناء رأي وفيه سجناء أبرياء، وعلى التحالف ألا يستهدفه. ثم بعد ذلك تفاجأنا بأن التحالف العربي ضرب هذا المكان. إذن الصليب الأحمر يتحمل مسؤولية قانونية تجاه هذا الإجرام إذا كان قد أبلغ التحالف، فالتحالف يتحمل مسؤولية، وإذا كان لم يقم بدوره الصليب الأحمر فهو يتحمل مسؤولية. إذن هنا نحن لا نعرف التغير الواردة من صنعاء، لأن المجتمع لأن أصبحت صنعاء معزولة عن العالم الخارجي، وأصبحت التغير الدولية هي شبه معدومة، وإنما من بعض المنظمات الحقوقية التي تشاهد المشهد عن بعد. إذن ما يحدث في صنعاء هو جريمة بحق الإنسانية ترتكب من كلا طرفي الصراع، لكن لا نعرف هل المنظمة الدولية على اطلاع كامل بالسجون السرية لجماعة الحوثي. ولذلك على المنظمة الدولية بما فيها الصليب الأحمر بما فيها منظمة العفو الدولي أن تضغط على هذه الميليشيات لكي تزور السجون ولكي تجنب الأبرياء وتحيدهم عن الصراع، وعلى التحالف العربي أن لا يستهدف الأبرياء، لأن أي استهداف في أماكن يعني مكتظة بالسجناء وبالرأي هذا يعتبر جريمة حرب بحق الإنسان. طيب دعنا في هذا السياق الحديث عن الوضع في صنعاء نشرك معنا في الحوار دكتور عادل أم أحمد، وهي أم أحد المختطفين في سجون ميليشيات أم محمد عفوا، التي تنضم إلينا الآن عبر الهاتف من صنعاء. أستاذة أم محمد، أنت ابنك مختطف لدى الحوثيين، ما هو وضعه الآن خلال هذه الأيام؟ أستاذة أم محمد؟ نعم أسمعك. نعم، كنت أتساءل يعني أنتم في خضم هذا الوضع الذي تعيشه العاصمة صنعاء، لديك ولد مختطف لدى الحوثيين، كيف هو الآن؟ ما الذي يعيشه من أمور حياتية يومية؟ كيف هو وضعه؟ الوضع الذي يمر به ابني ليس الوضع عليه وحده، وإنما على جميع المختطفين، حيث يعانوا من سوء المعاملة سواء كان في المأكل أو في الملبس أو في المكان الغير آمن أو الغير صحي، جميعهم يعانوا من هذا الشيء. طيب يعني ما الذي يواجهونه هذه الأيام؟ هل يعني وضعهم تحسن بالنسبة للأيام السابقة؟ هل هناك نوع من الضغوط التي تحدث على يعني الميليشيات الانقلاب في محاولة لتحسين وضع المختطفين لديها؟ بالعكس، كلما مرت الأيام كان وضعهم يزداد سوءا، حتى من ناحية الزيارة يقطعون عنهم الزيارة،
يمنعون عنهم الأكل، يمنعون عنهم الماء، لم يعطوهم حقوقهم بالكامل. وهل تتواصلون معهم؟ ليس دائما، لأن بين فترة وفترة يمنعون عنهم الزيارة. هل يعني يعطوهم، يعني بما أن الشتاء يعني دخل إلى فصل الشتاء، دخل في اليمن، هل يعطوهم ملابس، البطانيات ما شابه؟ لا، البطانيات لا نستطيع أن ندخلها لهم، ندخل لهم بعض الملابس، ولكن بعد أن يدخلوها لهم يقومون بأخذها عليهم. تحت أي سبب أو تحت أي مبرر؟ هل يتحدثون عن هذه المبررات؟ من الذي يتحدث؟ لا أحد يتحدث معنا بهذا الموضوع. طيب الآن مع يعني الحديث عن وضع ميليشيات الحوثي للكثير من المختطفين كدروع بشرية، ما هي المخاوف لديكم سيدة أم محمد؟ المخاوف ليست من الحوثي فقط، وإنما من الجميع. الجميع تخاذل مع المختطفين، سواء التحالف، سواء المنظمات، سواء الحوثي، الجميع يتخاذل معهم، لم يعطهم حقوقهم من أي جانب. يعني عندما أتحدث عن ميليشيات الحوثي ربما الأمر يكون واضحا، ماذا عن البقية؟ ما هي المسؤولية الملقاة على عاتق بقية الأطراف، كلهم بحسب يعني صفته؟ يعني بالنسبة للتحالف، كيف يقوم بضرب الأماكن التي يوجد فيها المختطفين؟ هذه مسؤولية يتحملها التحالف. بالنسبة للمنظمات الحقوقية التي معظم السجون لم يزوروها، سواء منظمة المنظمات التي تقوم بزيارة بعض السجون وبعضها لا. ربما اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثلا؟ طبعا، لأنها لا تقوم بزيارة جميع السجون. حتى وإن قامت بزيارتهم لا يعطونهم جميع حقوقهم ولا يتكلمون عنهم بالشكل المطلوب. طيب الآن يعني حتى يعني نعرف أكثر معلومات حول تعاملكم مع أو تواصلكم مع أبنائكم، متى كان آخر تواصل لك شخصيا أو لمن تعرفينه من بقية أمهات المختطفين؟ طبعا أنا كانت آخر زيارة لابني كانت في هذا الأسبوع، بداية هذا الأسبوع، بعد أن كانت ممنوعة عليه الزيارة 3 أسابيع، خاصة في ظل الأوضاع التي مرت بها صنعاء. لم نستطع أن نتواصل معه أو نعرف ما هي أخبارهم أو نعرف ماذا حل بهم. منعوا عليهم الزيارة، وبعدها سمحوا لنا بزيارتهم، ولكن لم نستطع أن نتحدث معهم بأي شيء، لأن طبعا يضعوا لكل واحد حارس أو اثنين يسمعوا ماذا يقول. وهل يعني بالنسبة لابنك أو من اختطف معه أيضا، منذ متى تم اختطافه؟ ابني؟ نعم، سنة وشهرين. طيب عندما نتحدث عن الجهود التي تقومون بها ل يعني محاولة إطلاق سراحهم، هل يعني توصلتم إلى شيء بخصوص ذلك؟ للأسف الشديد، منذ أن تم اختطافه ونحن نسعى جاهدين مع الحوثيين، مع الجهات المعنية، لكن لا أحد استجاب لنا، ولم نستطع أن نتواصل مع أحد يعني من المسؤول الكبار أن يقوموا بإخراجه. سيدة أم أحمد، أم أحد المختطفين في أستاذة محمد عفوا للمرة الثانية، أم أحد المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا اليوم. إذن سمعت لما تفضلت به الأستاذة أم محمد، ما هو التعقيب على هكذا وضع دكتور عادل؟ أخي العزيز، أريد أن أوضح لك شيء. يعني أي نظام قمعي، ولنا في التاريخ عبرة في السجون السورية في ثمانيات القرن الماضي، نحن لا نتحدث عن مثلا في سجون بشار الأسد، كان كلما دخل فصل الشتاء يأتي بالبطانية بين الماء البارد ثم يضعها للسجين لكي يتغطى بها ويعذبه فوق العذاب وفوق البرد. إذن هذه التصرفات يعني تؤلمنا كشعب يمني، لأننا لم نعرف هذه التصرفات من قبل. دخيلة
نعم، يعني الشعب اليمني لم يكن يعرف مثل هذه التصرفات. الشعب اليمني لديه قيم ولديه أخلاق ولديه مبادئ ولديه قبيلة. كان يعني السجناء إذا أخذ حتى الإمام الأئمة الإمام يحيى والإمام أحمد لم يكن يعذب السجناء ويحرم أهلهم من يعني من التواصل يعني بهم وكذا. كان حتى كان يترك لهم شيئا، كانت سجونه فظيعة لكنها كانت أقل فظاعة مما يرتكب جماعة الحوثي اليوم في صنعاء. إذا هذا يعني شيء محزن ومؤسف ومؤلم، ويعني ونناشد جماعة الحوثيين باعتبارهم جماعة يعني الآن مسيطرة على صنعاء أن تحيد الأبرياء وأن لا تظلم الأبرياء في السجون وأن تبعدهم، وأنها هي في ساحة حرب وعليها أن تصفي حساباتها مع من يواجهها في الميدان، ألا تتخذ الأبرياء سجونا ودروعا بشرية. هذا يحرم، إذا كانوا هم يقولون بأنهم أنصار الله فأين أنتم من هذا الاسم؟ إذا كنتم في جماعة تدعون أنكم أنصار الله، أنتم من أنصار الشيطان وليس من أنصار الله بهذه الأعمال البربرية الهمجية. هذه أعمال يدينها العقل والمنطق والقانون والشرع، بل يدينها الجاهل. إذا بتصرفكم هذا أنتم تزيدون الشعب اليمني إصرارا يوما بعد يوم على أنه لن يقبل بمشروعكم ولن يقبل بجماعتكم ولن يقبل بفكركم ولن يقبل بهذه السياسة العوجة وهذا التطرف الذي لن يزيد الشعب اليمني كما قلت لك إلا قوة. عليكم أن تتوقفوا فورا عن تعذيب الأبرياء وعن السجناء، وأن تسمحوا للسجناء يعني لذويهم بزيارتهم وما شابه ذلك. محمد قحطان أخي العزيز لم يسمحوا لأسرته أن تزوره، ذلك الرجل الشيبة الذي كان يتحاور معهم ولا يمتلك سلاح، كان يتحاور معهم وكان وزار عبد الملك الحوثي إلى مسكن في صعدة وفي 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 مؤتمر الحوار الوطني، ذلك الذي يقول أن جماعة الحوثي جزء من العمل السياسي وينبغي أن نقبل بها وأن الحوثيين لا يمكن أن نقصيهم. اليوم يبعدونه عن أهله وأبنائه، هذا أمام محمد قحطان، ما بالك عن آلاف السجناء والأبرياء، ما بالك عن الذين قتلوا في السجون والمعتقلات سواء بطيران التحالف أو سواء بتصفيات محاكمات صورية تجرى في صنعاء ثم يجرى إعدامهم. لا نعرف ما الذي يجري في صنعاء، قد ربما تكون هناك انتهاكات جرائم حرب بحق الإنسانية لكنها لا توثق. طيب الآن كل هذا ربما تزايد هذا الأمر أكثر بعد يعني الأحداث الأخيرة في صنعاء. هناك كثيرون يتحدثون على أن الخوف تزايد، هناك حتى ملاحقات للمخالفين في الرأي أو المخالفين حتى يعني بالأجندة، وهناك حتى ملاحقات لقيادات مؤتمرية وغيرهم. إلى أي مدى هذا الأمر سيسهم في إغلاق يعني وضع صنعاء في سن أكبر مما كانت عليه؟ ستستمر المعاناة وسيستمر هذا التصرف الهمجي في صنعاء ما لم يتحرك التحالف العربي بدعم الحكومة الشرعية لإخراج عاصمة صنعاء من وطأة هذه الميليشيات ولتحريرها في أقرب وقت ممكن، لأن جماعة الحوثي هي تعرف جيدا أنها إلى زوال وأن نظامها إلى زوال، وبالتالي في مثل شعبي يقول إذا قدك رايح كثرت الفضائح. يعني الآن الحوثيين قد هم على وشك الانتهاء، وبالتالي هم الآن يحاولوا جاهدين تعذيب أكبر قدر ممن يعارضهم، انتقام، لأن لديهم فكر اسمه فكر الانتقام. ماذا قال أحد عندما يعني أخذوا جثة علي عبد الله صالح ذلك وقد قتلوه، يعني ثم أخذوه إلى صحراء في جنوب شرق العاصمة صنعاء وقالوا هل نسيت دم سيدي حسين؟ يعني هذه الجماعة لديها فكر، يعني فكر متطرف، لديها حقد على الشعب اليمني لأنها هي تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أعطاها الحق وأن الشعب اليمني. ماذا قال أحدهم قبل يوم؟ قال نحن الآن يعني الشعب اليمني منذ عام 1962 كان يؤمن بإسلام آخر وهابي، الآن رجعت صنعاء إلى الإسلام المعتدل. يعني وكأننا بثورة 62 سبتمبر الذي خرج ضد الإمامة وضد الكهنوت وضد الظلم والغبن والقمع، هي فورة أخرجت الشعب اليمني من الإسلام إلى الكفر، والآن المجتمع اليمني رجع يسلم من جديد. إلى أي مدى يفكر هؤلاء؟ هؤلاء أتوا من أدغال الكهوف، هؤلاء أتوا من بطون الأودية ومن الشعوب، هؤلاء لا يؤمنون إلا بلغة اسمها لغة القوة، لغة السلاح، الإيمان بالولي الفقيه سواء داخل صعدة. يريدون أن ينسخوا لنا نسخة أخرى من من من, من حزب الله داخل صعدة. لن يقبل الشعب اليمني بهذا المشروع. طيب دكتور، دعنا نشرك معنا في الحوار في هذا السياق القيادي المؤتمري الأستاذ عبد الكريم المدي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن. إذن أهلا بك أستاذ عبد الكريم، كيف تتابعون الأوضاع في العاصمة صنعاء؟ أهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. في الواقع المتأمل ممارسات هذه الجماعة يدرك بأنها جماعة تعيش خارج التاريخ، ألغت الدستور، ألغت القانون، ألغت الأخلاق، ألغت القيم، ألغت التعامل
بكل فضيلة كان يمكن أن يتعامل بها المواطن اليمني. جماعة يائسة ثورة الانتهاكات الآن في أوجها. المواطن اليمني تقريبا لم يعش هذه الانتهاكات منذ 60 إلى 70 سنة وربما 100 سنة. اعتقالات مستمرة للناشطين للسياسيين للإعلاميين وخاصة هنا المنتمي للمؤتمر الشعبي. الآن كل شخص يمكن أن يتم التبليغ به. والمؤسف جدا في هذا السياق أن المنظمات الحقوقية الدولية والعربية والإقليمية وحتى المحلية لم ترفع ساكنا فيما يخص الاعتقاد حقوق الإنسان. يتم الآن اقتحام البيوت على مرعى ومسمع من الجميع، يتم ممارسة الترهيب وممارسة الإقصاء وممارسة التخويف والتخوين لكل الناس. شريحة واسعة من المجتمع اليمني تمثل قطاع واسع جدا الآن يتم التعامل معها على أنها شريحة خائنة. الأمر مؤسف حقيقة أن لا نسمع أصوات حقيقية على مستوى المجتمع الدولي تدين هذه الممارسات وتدفع باتجاه إيقاف هذا الإلغاء وهذه المسطرة وهذا النزيف الحقيقي الآن في 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 الحقوق والحريات العامة للمواطن اليمني. نتمنى في هذا السياق أنه يتم القيام بمجموعة أصوات، القيام بمجموعة أعمال حتى ما يجري الآن. تحولت صنعاء الآن إلى معتقل كبير والمناطق الخاضعة لسيطرة هذه الميليشيات إلى معتقل كبير. الآن أصدروا تعليمات أمنية حتى لوسائل النقل الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بمنع المسافرين إلى محافظات أخرى وأخذ البيانات الكاملة وأخذ الموافقة المسبقة من الجهات الأمنية. هذا أمر لم يعد موجودا حتى في على مستوى كوريا الشمالية وعلى مستوى أكثر الأنظمة قمعاً في العالم. يجب أن ترتفع الأصوات، يجب أن تسخر وسائل الإعلام المختلفة على سواء كانت على المستوى المحلي أو العربي أو الإقليمي أو الدولي، تسخر مساحة واسعة لوقف هذه الانتهاكات. هناك شعب يباد الآن وشعب يحول الآن إلى سجين إلى معتقل وتكبلت الحريات. الموضوع حقيقة والقضية هذه تتجاوز الحديد وتتجاوز قدرتنا على التعبير ونقل صورة واقعية عما يجري. نتمنى أن يعود هؤلاء القائمون على السلطة في صنعاء إلى شيء من ضميرهم وإلى شيء من بصيص العقل لكي يتعاملوا بما يستحق أن يتعامل به هذا الشعب. أنا أعتقد بأن هذه تعجل بالثورة بالسير قدما نحو تفعيل الانتفاضة الحقيقية التي دعاها الزعيم الشهيد الخالد علي عبد الله صالح ودفع حياته ثمنا لذلك. نتمنى أن تعجل هذه بثورة حقيقية لاجتثاث هذا السرطان الذي يخيم على الشعب يعني اليمني. وهذا الشعب أستاذ عبد الكريم أيضا من الشباب الذين وقعوا تحت مخدر هذه الجماعة أستاذ عبد الكريم نعم يعني. وهذا الشعب الذي يعاني ربما منذ دخول الحوثيين الى صنعاء وربما قبل ذلك من يعني ويلات يعني ممارسات ميليشيات الانقلاب، أنت الآن أحد الذين استطاعوا الفرار من الميليشيا بعد تفردهم بالسلطة وملاحقة أيضا قيادات وأنصار المؤتمر، لكن كيف هو واقع بقية المؤتمريين سواء أولئك الذين لا يزالون في صنعاء ربما في محافظات أيضا يسيطر عليها الانقلابيون في إب في ذمار في المحويت مثلا؟ لا شك بأن المؤتمريين حاليا يعيشون واقعا مؤسفا ومؤلما وبائسا نتيجة القمع غير المسبوق الذي يتعرضون له. هناك الكثير من القيادات المؤتمرية من كوادر المؤتمر الشعبي العام الآن هو إما تحت الإقامة الجبرية وإما يستعدون لمغادرة المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. الاحتقان الآن في أعلى منسوب له، الشارع الآن صاحب يضج بالمعاناة الحقيقية، الناس الآن متوجسون من القادم. لكن أنا في تقديري بأن ما تقوم به جماعة الحوثي الآن في صنعاء وفي غيرها تعجل بالفعل بالثورة الثانية. أنا أعتقد بأن الثورة السابقة أشعلناها في بداية ديسمبر الحالي وقامت الميليشيات بإخمادها في العاصمة صنعاء من خلال العديد من الوسائل التي قامت بها، وسائل خارجة عن القانون، وسائل خارجة عن الدستور، وسائل خارجة عن العرف والعلم. لكن أعتقد بأن الثورة الثانية قادمة، الانتفاضة ستستمر، انتفاضة الشعب اليمني وفي مقدمة الأبناء المجتمع المؤتمر الشعبي العام ستستمر انتفاضتهم في مواجهة هذا الصلف وهذا الطغيان غير المسبوق على الشعب اليمني، خاصة وأن هناك فترة طويلة عاشها الشعب اليمني وهناك هامش من الحرية كان كلنا نتنقصه في صنعاء وفي غير صنعاء سواء من خلال وسائل الإعلام المختلفة
أو من خلال التعبير عن مكنونات الناس وحرياتهم وعما يشعرون به الآن. الموضوع الآن يتعدى حقيقة المؤتمر الشامي العام وخصومته مع جماعة الفلسطينية، ويتعدى خصومة الأطياف السياسية المختلفة سواء كانت تجمع اليمني للإصلاح أو جماعة أو المؤتمر الشامي العام أو الناصريين أو اليساريين والاشتراكيين، وكل الأطياف السياسية والمكونات الشبابية المختلفة هي مدعوة الآن. طيب وهؤلاء كلهم يا أستاذ عبد الكريم، وهؤلاء كلهم الذين يواجهون ميليشيات الحوثي والانقلاب منذ 3 أعوام وربما أكثر، ما الذي يعني أنتم ستقومون بإضافته إليه؟ يعني المعركة الآن معركة يمنيين بمواجهة الإمامة وبمواجهة مشروع الانقلاب الذي يعني يظهر وجها قبيحا جدا الآن، ما هو المخرج إذن من كل هذه الكوارث؟ نحن جزء من الشعب اليمني العام، سواء كنا سياسيين أو مثقفين أو إعلاميين أو صحفيين، ظلينا طوال السنوات 3 سنوات الماضية نقاوم هذه الجماعة بالكلمة وبالأمل وبالحكمة وبالعقل وبالمنطق، نقاوم بالوسائل السلمية بالقانون وبالدستور، قاومنا حتى وصلت الأمر إلى ما وصلت إليه، والآن ننضم إلى بقية الشرائح المجتمع اليمني وندعو الشرائح المكونة الأخرى إلى الانضمام قدواتنا ومستقبلنا وأحلامنا ونداءات المستقبل، لأننا أمام تحدي حقيقي، لأننا أمام ميليشيات لا تدرك ما معنى الدستور ولا تدرك ما معنى الحرية ولا تدرك ما معنى المستقبل ولا تدرك ما معنى التعايش. جماعة تتبنى وتتبندق بفكر أحادي شمولي زائف مريض لا ينتمي للمجتمع اليمني ولا ثقافة المجتمع اليمني ولا ثوابت المجتمع اليمني. نحن أمام تحدي حقيقي، وعلينا أن نكون عند مستوى التحدي وعلى كل الأطياف والمكونات السياسية المختلفة والشرائح الشبابية والأكاديمية والمثقفين الشباب والمستقلين أن يتصدوا لهذا الفكر وأن يحاولوا إعادة من يمكن إعادته إلى طوابه من هذه الجماعات، سواء كان من مغربهم أو من قياداتهم، والبحث عن مستقبل حقيقي يجمعنا كلنا تحت مظلة الوطن. ومن خلالكم أنا أدعو المنتسبين الجيش والأمن إلى الانضمام إلى خندق المدافعين عن الثورة وعن الجمهورية وعن الحرية وعن الديمقراطية وعن التعايش والتسامح والكرامة التي ننشدها جميعا للشعب اليمني. نعول كثيرا على منتسبي القوات المسلحة والأمن والأجهزة الأمنية المختلفة بأن يكون لهم دورا طليعيا في هذا السياق، والشعب اليمني سينضم بكل شرائعه ومكوناته المختلفة إلى قوافل المدافعين عن إلى قوافل وألوية المدافعين عن الثورة وعن الجمهورية وعن التعايش والمحطة التي نشعر الآن بأننا فقدنا كثير من بريقها وفقدنا كثير من مكتسباتها التي تحققت خلال العقود الماضية. القيادي في حزب المؤتمر الأستاذ عبد الكريم المدي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا على تواجدك معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني. بالعودة إليك دكتور عادل، إذا سمعت ما قام به يعني ما تفضل به الأستاذ عبد الكريم، هناك الآن ربما صوت واحد أصبح في صنعاء، هل هذا سيعجل ب يعني الانفراج بالنسبة للمدنيين، أم أن يعني ما يبدو من حسابات سواء إقليمية أو دولية ستستمر في إطالة هذه المعاناة برأيك؟ في الأول والأخير المجتمع اليمني وسكان العاصمة اليمنية صنعاء هم المتضررين، فإذا استمر يعني التصفيات الدولية على حساب المواطن اليمني فبلا شك ستستمر المعاناة. الآن يعني بعد أن تفجر الصراع بين الرئيس السابق وجماعة أنصار الله الحوثية، كان اليمنيون يتطلعون إلى أن يروا الشعب اليمني كتلة واحدة موحدة في إطار الشرعية اليمنية لتوحيد الصف كي يتم تحرير المحافظات القابعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. الآن نقولها بوضوح وبدون تلعثم على الأشقاء في دول الإقليم أن يفهموا جيداً أن اليمن جزء لا يتجزأ من محيطها العربي، وعليهم أن يسرعوا في دعم الحكومة الشرعية وأن يحاولوا جاهدين في إجراء حوار بين كافة أطراف العمل السياسي كي يوحدوهم في جبهة واحدة. هل ترى أن ذلك يعني يجري في سياقه مع هذه الضربات التي يبدو أنها تحدث؟ يعني بالأمس حدث رد، يعني كان هناك استهداف حوثي السعودية المملكة العربية السعودية، لكن التحالف رد بقصف صواريخ وأماكن كثيرة وصلت يعني أصابت أهدافا مدنية في نهاية المطاف وأصابت مدنيين كما يعني تنقل الأنباء من هناك. هل هناك جدية فعلا في ذلك كما ترى؟
أنا كما قلت لك المملكة العربية السعودية نعم هي كانت يعني كردة فعل على صاروخ الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض، ولكن على التحالف العربي أن يفهم جيدا أنه باستهدافه الأبرياء والمدنيين في صنعاء لن ينفعهم. الآن يعني الشعب اليمني سيزيد من الحوثي سيحصل على دعم إذا استمروا في استهداف الأبرياء، معنى ذلك أنهم يساعد الحوثي في البقاء كثيرا في صنعاء، لكن عليهم ألا يستهدفوا يعني أماكن الأبرياء. الصاروخ الذي توجه أمس إلى الرياض هو رسالة إيرانية تقول للمملكة العربية السعودية نحن على استعداد للحرب، هذه رسالة إيرانية للمملكة العربية السعودية. إذن ما هو الخيار أمام الأشقاء في دول الجوار اليمن؟ هو مساعدة الحكومة الشرعية على الأرض وليس استهداف الأبرياء، لأن هذا استهداف الأبرياء لن يحل المشكلة. المشكلة هو على الأرض، يعني ساعدوا الحكومة الشرعية في التقدم على الأرض، ساعدوها في أن 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 يعني تستمر في ملاحقة الإنقلابيين إلى أن تصل إلى الحديدة، ساعدوها أن تحرر تعز، ساعدوها على الأرض، ساعدوها بالمال، ساعدوها بالسلاح، لا تساعدوها بالطيران بضرب الأبرياء. هذا لن يحل المشكلة، وعليكم أيضا أن تقبلوا بالشرعية اليمنية ككيان كامل وليس أن تقبلوا بجزء في الشرعية اليمنية وجزء عادكم تتخوفوا منه. هذا سيعقد من المشكلة وسيساعد الحوثي على الاستمرار يعني في غيه، وعلى الاستمرار في قمع الناس، وعلى الاستمرار في حكم الناس بالقوة. إذن نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الوقوف مع الشرعية اليمنية بصدق ودعمها على الأرض ودعمها سياسي يعني عسكريا وماليا على الأرض وليس باستهداف الأبرياء كما قلت لك، أو الخيار الثاني هو ترك الميليشيات الإيرانية يعني تسرح وتمرح في صنعاء وسيكون الدور قادم على دول الإقليم لا محالة. طيب في سياق الوضع في صنعاء دعنا نشك معنا في الحوار دكتور عادل الناشط الحقوقي دكتور عبد القادر الجنيدي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من كندا. أهلا بك دكتور. أهلا بك، حياكم الله دكتور. إذن يبدو أن أهالي صنعاء الآن يعانون الأمرين، قضاء حديدية وتنكيل أيضا من قبل الحوثيين، في المقابل هناك أيضا ضربات للتحالف العربي تستهدف في نهاية المطاف بشكل أو بآخر منشآت مدنية، يسقط مدنيون ضحايا لهذه الضربات. هذه الكارثة المركبة إن صح التعبير، كيف تتابعها؟ كيف يتم التعبير عنها برأيك؟ أهلا وسهلا. أنا افتهم لي أنه موضوع الحلقة هو أنه صنعاء تحولت إلى سجن كبير. أريد أن أعبر عن شيء عجيب جدا، الحوثي وكيف أنه أكبر مسجون وأكبر سجان في اليمن. الحوثي أول مسجون داخل عقله، هو يعاني من شيء اسمه البحران باللغة الدارجة في بعض أماكن اليمن، البحران يعني الجنان، وبالفصيح الذهان، وبالمعروف عنده فصام في الشخصية. من علامات هذا أنه مسجون داخل عقله ومصاب بالجنون وبفصام الشخصية، أول شيء أنه يعتقد غارق في أوهام وخيالات أنه إنما ينفذ مشيئة الله. يعني أي واحد بيعتقد معتقدات عجيبة زي هذه من علامات الفصام. ثاني حاجة بيعتقد عنده جنون عظمة، بيعتقد أنه معه حق إلهي بأنه يحكم اليمن، وبيعتقد أنه هو الذي سيحرر فلسطين وحتى سيحرر مكة. يعني هذه أوهام صارخة بالجنان. وبعدين هذا يعني أعمى بصيرة، من علامات الجنان هذا أنه مش بس أعمى بالعين، أعمى بالبصيرة، لا يرى ما أحدثه من دمار وتشتيت ونزوح وخراب لأهل اليمن. هذا حكاية أول حاجة أنه مسجون داخل عقله. ثاني حاجة هو فعلا مسجون فعليا جسديا، هو يعيش داخل كهف. فالذي يعيش في سجن داخل عقله والذي يعيش في سجن داخل كهف هو لا يهتم بأن يكون أهل اليمن كلهم مساجين، لا يظن أن هذا شيء غير طبيعي، لا يظن أن هذا نوع من الجنون. ثاني حاجة هو أصلا اليمن سجن كبير حتى من غير الأشياء التي تحدث في السجون الفعلية، سواء سجن الأمن الوطني أو سجن الأمن السياسي أو الذين يضعهم في المعسكرات أو الذين يضعهم في المؤسسات أو الذين يضعهم في أماكن اللي تستهدف بضربات الطيران.
الشخص الذي فقد رزقه ولا يقدر أن يتحرك من داخل بيته ولا يقدر أن يتحمل مصاريف المواصلات ولا يقدر أن يخرج لشراء طعامه ولا يخرج ليكسب رزقه ولا يوجد أصلا مكسب رزق، هذا نوع من السجن. يعني أهل اليمن كلهم مساجين، حتى الذين ليس في صنعاء هم مساجين بحكم الأمر الواقع. يعني ظروف اليمن، حول اليمن كلها إلى سجن، وسجن غارق في الخراب وغارق في الدمار. طيب دكتور، يعني الآن يعني منذ مقتل صالح الحوثيون ربما قتلوا الكثير من، يعني هناك أرقام غير يعني كثير من التضارب في الأرقام، لكن هناك بكل تأكيد يحدث قتل الكثير من الناشطين أو الكوادر المؤتمرية واختطاف لآخرين أيضا، هناك انتهاك لحرمات منازل، غيرها من أشكال الجرائم. برأيك الآن إذا ما خرجنا عن نطاق يعني الحديث عن ميليشيات الحوثي، الاهتمام الدولي بهذه الجرائم هل يوازي حقيقة هذه الجرائم وما يحدث على الأرض؟ أغرب ظاهر الاهتمام الدولي يعني الرأي العام الغربي، أصلا ما حدش بيهتم بهذه الأشياء إلا الأوروبيون والأمريكيون واللي هي المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الحكومية والغير الحكومية واليسارية هي حالة غريبة غريبة جديرة بالمراقبة والدراسة، كيف أنهم لأشياء لا علاقة لها بنا ولا علاقة لها بمشكلة اليمن تجدهم يتعاطفون مع العمليات الإجرامية للحوثي باعتبار يروهم ينظرون إليهم على أنهم الأندر دوغ، أنهم الطرف الضعيف الذي يواجه قوات تحالف غنية ويهاجم بقية اليمن وأن معهم مظلومية تاريخية. هذه حالة غريبة جدا، هم أصلا متعاطفون معهم ويغطون على جرائمهم ويبرزون فقط الأخطاء التي تحدث فيها غارة الطيران البائسة. وما هو السبب بتقديرك دكتور؟ ما هو سبب ذلك؟ يعني جرائم الميليشيات كلها تاريخي، السبب تاريخي، هذول هم نفس الأشخاص الذين يهتمون بمسائل المرأة، بمسائل الجنوسة، بمسائل حقوق الإنسان الأساسية، والتي يرون أنها بمقاييسهم غير متوفرة عند دول التحالف، فحولوا كل زلات التحالف إلى فرصة لضربهم وضربنا من خلالها. أشكرك إذن دكتور عبد القادر الجنيد الناشط الحقوقي، كنت معنا على الهاتف من كندا. بعودة إليك دكتور عادل، إذن هذه الأسباب التي تحدث عنها والموقف التاريخي الذي تحدث عنه الدكتور عبد القادر، كيف يمكن تجاوزه في سياق تصحيح هذه الرؤية ونقل حقيقة ما يحدث بداخل العاصمة صنعاء التي يعني يراقب الكل من الناشطين اليمنيين ما يحدث فيها؟ كما قلت لك، كما ذكر، كل الأسباب هي صحيحة، وأصبحت كما قلت لك صنعاء يعني هي أصبحت معزولة تماما عن العالم الخارجي، وحتى يعني المنظمة الدولية تخاف على يعني بعثتها لو في صنعاء، وعلى يعني لو بعثت مثلا ناشطين حقوقيين دوليين لكي يزوروا أماكن الأماكن السجناء أو لكي يقوموا بكتابة تقارير عما يحدث في العاصمة صنعاء. الآن أصبحت العاصمة صنعاء هي كما قلت لك في السابق أصبحت معزولة تماما عن العالم الخارجي، لكن في المقابل على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية التاريخية تمام أمام الشعب اليمني، لأن هناك جرائم حرب ترتكب بحق الأبرياء وبحق السجناء وبحق الرأي والرأي الآخر. يعني بمقابل الموقف التاريخي لهذه المنظمات من الشركاء في التحالف العربي، الشركاء الشرعية في التحالف العربي، هل يعني اليمنيون يتحملون أيضا تكلفة هؤلاء الشركاء برأيك؟ بالطبع اليمنيون يتحمل، لأن الآن اليمنيين هم ضحية، اليمنيين هم ضحية. دعني أكون معك صريح، الحكومة الشرعية ليس بيدها القرار، وأيضا الحكومة الشرعية لا تستطيع حتى دورها مخزي في توضيح يعني ما يحصل في صنعاء العالم الخارجي، دورها لا يفيء بالغرض. حتى التحالف العربي هو لا يقوم يعني مثلا بتوضيح الجرائم التي ارتكبها الحوثي ضد الأبرياء في صنعاء، لأنه هو متورط في بعض الجرائم داخل صنعاء، وبالتالي التحالف يريد أن يغطي على بعض التقارير
العميل، والحوثي يريد أن يغطي على تقارير ما ينتهك داخل صنعاء، والمدنيون هم من يتحملون ذلك. إذن يتحمل طرفي الصراع، التحالف العربي يتحمل المسؤولية، وأيضا جماعة الحوثي، هذا فيما يخص الأبرياء. لكننا قانونا وشرعا التحالف العربي تدخل بقرارات دولية تحت البند السابع، تدخل بطلب من حكومة شرعية يمنية معترف بها دوليا، وبالتالي هو يرتب صفوفه ويرتب أوراقه، وهو لا يضرب ولا يقوم بأي ضربة إلا وقد وافقت الحكومة الشرعية على ذلك. التحالف العربي محصن قانونيا، ولكن الشعب اليمني هو الضحية. إذن ما هو الحل على الشرعية اليمنية؟ أن تضغط على التحالف أن لا يستهدف الأبرياء، وعليها أن تطلب من التحالف أن يكون صريحا معها في دعم لها، حتى تستطيع الدخول إلى صنعاء وتحريرها في أقرب فرصة، كي ينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار والرخاء، ويعيش جنبا إلى جنب مع أشقائه في دول الإقليم. أشكرك دكتور عادل شيلة الكاتب والباحث، كنت معنا في حلقة اليوم في المساء اليمني. أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا على حضورك. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، ولكل الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزملاء أسامة عادل ومحمد المقبلي وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.